عدة فعاليات متنوعة تشهدها ولايات محافظة شمال الباطنة خلال ليالي شهر رمضان تحت شعار سراج الذي يضيء في جميع ولايات المحافظة. فعاليات شمال الباطنة الرمضانية سراج يجمعنا النور، يستهدف القيم الدينية، محافظة على القيم الدينية والقرآن الكريم والاهتمام به في هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى يستهدف عدد حوالي 1800 شخص يعني يتفاعل مع هذا البرنامج، بالإضافة إلى المسابقات الدينية، بالإضافة إلى المسابقة الثقافية في هذا الموقع مثل ما تشوفوا. سراج يسعى المنظمون لفعالياته الرمضانية إلى تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية لدى الشباب من خلال برامجه المتنوعة. هذه المهرجانات ساعدتنا كثير في تسويق منتجاتنا، كنا أسر منتجة، وأيضا ساعدتنا إلى إيجاد دخل على أساس نحسن في أوضاعنا. أنا كأسرة منتجة جدا استفدنا من هذه المهرجانات، ونتمنى إن شاء الله تكون مهرجانات أكثر وأكثر وأكثر. استفادتنا جدا ممتازة من قبل الزبائن اللي تجينا. تشتمل فعاليات سراج الرمضانية على إقامة منصات لمنتجات الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية، إلى جانب المعارض الشبابية والمسابقات الثقافية والدينية والرياضية والفنية تقام في عدد من المواقع التي خصصت في ولايات المحافظة. هذه الفعاليات التي تقام في كل ولايات محافظة شمال الباطنة تعمل على دعم وتمكين نحو 150 أسرة من الأسر المنتجة ومئة مؤسسة صغيرة ومجموعة من الشباب الباحثين عن عمل. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي.